ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تمكنت السلطات المحلية بمدينة آسفي معززة بعناصر القوات المساعدة أخيرا من توقيف 5 شبان تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 26 عاما رفقة فتاتين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 21 عاما داخل قبو مسجد في مدينة آسفي يتعاطون للفساد وشرب الخمور. وذكرت مصادر ماروك أخبار يومية أن الموقوفين جرى ضبطهم في حالة سكر طافح في حين تمت إحالتهم على عناصر الدائرة الأمنية 5 بآسفي لمباشرة الأبحاث معهم في الموضوع، وجرى الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة في انتظار تقديمهم إلى العدالة من أجل المنسوب إليهم. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.